بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أحكي في هذا الفيديو عن كيف بنحضر رسمة للطباعة. أنا هون في عندي رسمة أوتوكاد جاهزة تصليح لسقف، بدي أجهزها مشان أطبعها على ورقة A3 بسكيل 1:100. طبعا أول شيء نسأل حالنا، أنا بدي أطبع على أي ورقة، A3 ولا A2 ولا A4 إلى آخره، إنه هاي راح تأثر زي ما راح نشوف كمان شوي. طبعا أول شيء لازم أرسم أنا إيش اللي هو إطار ريكتانجل، راح أرسم ريكتانجل. برسم اطار ل A2 A3 اللي بدي اطبع عليه، بس بحطه بوحدات الصحيحه، دي وحدات بالمتر مش بالسنتيمتر. فهي نعمل شيفت ات. طبعا احنا عارفين ان وحدات ال A3 او قياسات ال A3 اللي هي 0.42.297، زي ما احنا ملاحظين هي بالمتر بقى بداخل الوحدات القياسات. برسم هامش عاد زي اي اطار، يعني هامش بشكل عشوائي. طبعا جوا الهامش اللي هون ايش بحط فيه المعلومات الخاصة باللوحة إلى آخره. بعدين بعد ما أرسم الإطار، طبعا هيو ملاحظينه بيكون صغير، أكيد راح يكون صغير لأنه بوحدات المتر. بعمل له سكيل لمية ضعف، اللي هني أنا بدي ايش أعمله، بدي أرسمه بسكيل 1:100. لو بدي أرسم سكيل 1:50 بدي أعمله 50 ضعف، أيوة 100 ضعف. تمام. بعدين بنقل الإطار بحطه على الرسمة بهذا الشكل. بعدين كنترول بي اللي هو بلوت، أو بنروح على فايل، بعدين برنت، بعدين بلوت. طبعا هون بختار اسم الطابعة، أو إذا بدي بحوله لبي دي اف، بي دبليو جي تو بي دي اف. نختار هون حجم الورقة ايزو A3 اللي انا بدي اياها. طبعا اذا حدا بده A4 مثلا بحط ايزو A4 او ايزو A2 حسب القياس المرغوب. بحط ايزو A3 بهذا الشكل. بتأكد ان عندي سنتر ذا بلوت مشان تيجي عندي الرسمة جوا اللوحة في منتصف اللوحة. بعدين بتأكد ان في عندي هون فيت تو بيبر. طبعا هون انا مش بحاجة اغير سكيل موجود عندي، لاني انا من البداية عملت الاطار 100 ضعف. هذا الاشي لما يطبع لما تطبع الطابعة في التو بيبر بيكون ايش بالضبط، يعني 1:100 او 1:50 او 1:200 حسب سكيل اللي تم وضعه للاطار. بعدين نكبس على ويندو، او نختار من هون اول اشي ويندو، بعدين نكبس على ويندو. هون بختار الاطار، نعمل بريفيو، هاي تمام الوضع، هاي اسكيب، بعدين اوكي. بس قبل ما نعمل اوكي المفروض الافضل نكبس على ابلاي تو لاي اوت مشان ما نضطرش نعدل كل هاي التعديلات اذا بدنا نطبع كمان لوحه بنفس الملف. هاي نكبس اوكي. طبعا نختار اي مكان مثلا على ديسكتوب. هاي عندي اللوحه، اذا طبعتها بيكون عندي سكيل 1:100. طيب الطريقه الثانيه اللي هي راح تاخذ وقت اطول، اللي هو طباعة عن طريق اللاي اوت. فينا تحت لاي اوت 1 و 2، بنروح على لاي اوت 1. طبعا زي ما انتم شايفين في عندي هنا الورقة اللي هي راح يتم طباعتها، في موجود جواها رسمة، هاي هي نفس الرسمة، او لو كبسنا مرتين جواها. انا طبعا في عندي رسمتين على نفس الملف، الرسمة راح تهمني اللي انا كنت اشرح عنها. في عندي هون نافذة اسمها فيو بورت، هاي النافذة بتعطيني اكسس لشاشة الموديل اللي كنت ارسم عليها اول شيء، موجودة هون شاشة الموديل. هون في عندي اللاي اوت 1، فكيف بامكاني اختار رسمي من خلال الموديل وانا موجود جوا اللاي اوت اللي هون. بامكاني عن طريق اني اكبس مرتين جوا الفيو بورت، وبعدين بامكاني احرك اللوحة واسحبها مشان اجيب الرسمة اللي بدي اياها. بعد ما اجيب الرسمة طبعا اضبط السكيل تبعها كمان زي ما رح نشوف كمان شوي. بكبس برا مرتين مشان اذا عملت زوم ما تعدلش قياسات الرسمة بالنسبة للوحة. طبعا خلينا احذف الفيو بورد لانه بامكاني اضيفه مرة ثانية بعد ما اعدل الورقة. هي ديليت، صارت عند الورقة لحالها. اول شيء لازم اعدل في اعدادات الورقة. كيف بعدل في اعدادات الورقة؟ عن طريق بروح على لاي اوت 1، بكبس كبس يمين،
رايت كليك، بعدين بنروح على بيج سيت اب مانجر. هون في عندي لاي اوت 1 بعمل له تعديل موديفاي، طبعا نفس الشيء شفناه قبل شوي. هون بحول لاسم الطابعة بدي اياها، او بروح بختار دي دبليو جي تو بي دي اف عشان يحول لي الرسمه لبي دي اف. هنا ايش بختار اللوحة اللي انا حسب القياس اللي بدي اياه. طبعا انا راح اختار اي 3 ايزو اي 3، بترك هاي لاي اوت زي ما هي لانه راح انا اطبع ايش بناء على اللاي اوت مش بناء على ويندو انا اختار على الرسم. بعد هيك بنروح على السكيل، بختار عندي هون الوحدة مليمتر، بكتب هون واحد يونت بدي اياها تساوي لي على الواقع 1000 مليمتر، يعني مشان تصير اليونت كأنها متر. بعدين بكبس اوكي كلوز، هيك صارت عندي ورقة A3 والسكيل تبعها ايش اللي هو واحد يونت على AutoCAD بتساوي 1000 على الواقع. هسا بدي اجيب الفيو بورت اللي حكينا عنه اول مرة اللي كان موجود وحذفناه، عن طريق بنروح على فيو تول بارز AutoCAD، ننزل تحت على Viewports. طبعا هو كان موجود واختفى، نرد الرجعة كمان مرة. هاي هون خلينا نجيبه على الجنب. في عنا هون خيارات لرسم الـ Viewport، لو اخترنا خيار المربع بإمكاني أرسم مربع. طبعا لازم أجي لما أجي أرسم اللي هو الـ Viewport لازم أرسم داخل إيش حدود المقطعة، اي شيء برسمه خارج الحدود المقطعة لا يتم طباعته. بعد ما ارسمه بكبس جواته مرتين مشان اجيب الرسمة اللي انا بدي اياها. هي جبت الرسمة، طبعا هذا حكي لحد الان مش كافي، بدي احط السكيل تبع الرسمة. فبروح بكتب هون السكيل تبع، فرضا انا بدي 1 لـ100 بكتب 1.2 100 بعدين انتر، فهو بيعدل لي بالزوم تبع الرسمة حتى تصبح ايش 1 لـ100. بس اهم اشي ما حداش يعمل زوم، لو عملت زوم انت بهذا الشكل المفروض ايش عندك الاسكال يتغير، فبدك ترد مرة ثانية وهون ترجع تعمل 1 لـ100 انتر بهذا الشكل. اذا بدك تحرك الرسمة تحرك عن طريق اليد، عن طريق امر بان اللي هو نكبس على حرف البي بعدين انتر، بامكان اكبس على الماوس واحرك بكل بساطة بعدين اسكال، بس احط الرسمة بالمكان المطلوب بامكاني اكبس برا مرتين، وهيك ايش صار عندي الرسمة موجودة بالسكيل المطلوب. اذا حدا بده يضيف اطار بامكانه يضيف اطار على هاي الرسمة، يعني على اللاي اوت نفسه. تمام، وبامكان برضه يعني يعطي مجال الهامش تبع الرسمة عن طريق انه ايش يسحب الفيو بورت الى اليسار. هون بامكانك تحط لوحتك وتخلي ايش الفيو بورت جواها. طبعا في عنا عدة أوامر متعلقة باللاي اوت إضافية، لو كبسنا على اللاي اوت كبس يمين في عندي إشي اسمه موف أور كوبي، ليش نستخدمها؟ مشان بس نضيف لاي اوت جديد أو نغير مكان اللاي اوت إذا كان عندي هون عدد كبير من اللاي اوت موجودة. بإمكاني أيضا نعمل إيش؟ أعمل رينام، يعني أغير الاسم، نغير اسم اللاي اوت فرضا لسلاب سلاب، إنه هاي طبعا رسمة سلاب. تمام، بالإمكان برضو واحد يجيب يعني ورقة جاهزة معها إطار عن طريق اللي هي from template، لكبسنا عليه يمكن اختار. هنا في عنا عدة templates، هاي open اوكي، هاي بحط لي اياها هون. طيب فينا بس كمان شغلة اللي هي بعض الأوامر شرحتها آخر محاضرة، اللي هي كيف إنه نحسب area لأي شكل عنا. طيب لو كان كمان على سبيل المثال بدي أحسب الأريا تبعت المبنى اللي هون، أشوف كم متر مربع بيكون مساحة سطح المبنى. ففي عنا أمر اسمه area، لو كبسنا area على الكيبورد بعدين enter بإمكاني هون أختار هاي النقاط ونقطة ورا الثانية حتى أخلص الشكل.
طبعا راح اكمل الشكل النهائي بشكل سريع يعني بدون ما اعطي اعتبار التفاصيل الموجودة فيه. هاي انتر بكون عندي هون الاريا اللي هو 200 موجودة هون 200 متر مربع. طبعا البيريميتر 59 البيريميتر يعني طبعا دي هو المحيط اللي انا مشيت عليه. طيب لحد هون انا شرحت هيك كيف نعمل لي لاي اوت وكيف ممكن نجهز اي رسمة للطباعة. اتمنى لكم التوفيق.